عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا شباب؟ معاكم دكتور مصطفى أبو الشيخ. إن شاء الله هكون معاكم النهاردة بإذن الله في شرح محاضرة البيولوجيكال أوكسيديشن. المحاضرة دي كانت بتسبب مشاكل لناس كتير، أنا كنت منهم. يعني لما كنت في الفرقة الأولى كانت المحاضرة دي بالنسبة لي فيها صعوبة شوية، والواحد يعني شبه حفظها وداخل بيها الامتحان، والحمد لله عدت على خير. ولكن الواحد الحمد لله دلوقتي فهمها، وإن شاء الله ربنا يكرمني وتفهموها بإذن الله. فنبدأ على بركة الله. بيولوجيكال اوكسيديشن أول مصطلح بيواجهنا في أول صفحة في المحاضرات. معظم المحاضرات لو بحثنا عنها مصطلح اسمه الريدوكس بوتنشال. الريدوكس بوتنشال ده ليه اسم تاني اللي هو اوكسيداتيف ريدكشن بوتنشال. يعني ايه؟ اولا بالعربي كده قبل ما نقرا المصطلح او التعريف بالانجليش، هو يعني قدرة المادة، او لو عندي زوج او عندي مادة معينة فيها زوج الكترونات، فقدرة المادة على فقد او اكتساب الزوج ده تسمى الريدوكس بوتنشال. بيقول لكم اذ ا كوانتيتيف ميجر of the tendency of redox pair to lose or gain electrons. يعني هو مقياس كمي، اللي هو يعني الذرة أو المادة أو العنصر ده، يعني مدى قدرته إنه أو مدى الميل بتاعه إنه يفقد زوج من الإلكترونات أو يكتسبه. فمعظم الكومبوننت بتاعت الكومبلكسز الموجودة في الإلكترون ترانسبورت تشين بتعتمد على الخاصية دي، إنه لازم يكون لها القدرة انه المادة او العنصر الكومبوننت الواحد انه لازم يوجد منه اتنين فورمز، واحد ريديوس دي فورم واحد اوكسيدايزنج فورم. زي ايه مثلا؟ زي الحديد. الحديد في اف اي موجب 2 واف اي موجب 3 اللي هو الفرس والفريك، ولازم الشرط الثاني انه التحويل مثلا من الايون ده للايون ده، او من الصورة الاوكسيدايزنج للصورة الريديوس او العكس، لازم يتم في صورة سهلة يعني ان ايزلي واي. يبقى كده عندنا شرطين تشترك فيهم جميع الكومبوننت بتاعت الالكترون ترانسبورت تشين. ايه هما؟ الشرط الاولاني انهم هذا ريدوكس بوتنشال او هذا تو فورمز اللي هو الاوكسيداتيف فورم والريدكتيف فورم، اللي هو يعني الفورم المعكسد والفورم المختزل، وفي نفس الوقت اني انا اقدر احول من ده لده او العكس في صور بصورة سهلة. يعني بعد كده عندنا المصطلح الثاني وهو اللي بنتكلم عنه، ودي كانت بتمثل مشكله لكثير من الناس، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونسهلها. الكترون ترانسبورت تشين. يعني ايه الكترون ترانسبورت تشين؟ اللي هي سلسله النقل الكهربي. دي سلسله بتكون في الميتوكوندريا على الانر ميتوكوندريا ميمبرين، عباره عن مجموعه من الكومبلكسز دي انا من خلالها بستطيع اولد الاي تي بي من خلال الريديوس دي كارير اللي هما الناد اتش بلس اتش والفاد اتش 2. طب ايه تعريفها؟ هي مجموعه من الكومبلكسات زي ما قلنا موجوده فين؟ مرصوصه على الانر ميتوكوندريا ميمبرين. يعني لو جينا للسلايد اللي بعد ده وبصينا على تركيب الميتوكوندريا، هنلقى ان الميتوكوندريا فيها تو ميمبرينز، الاوتر ميمبرين والانر ميمبرين. هي موجوده في الانر ميمبرين، وهنشوف ازاي سبحان الله يعني ليه في الانر ميمبرين مش في الاوتر. هنشوف الاسباب اللي اهلت الانر ميمبرين انه يستقبل العمليه دي. تمام. طب ايه الكومبلكسز دي؟ مرتبه كده عشوائيا؟ لا، مرتبه اكوردنج تي ريدوكس بوتنشال. يعني هي مرتبه اكوردنج تو ريدوكس بوتنشال، يعني فروم الكترو نيجاتيف تو الكترو بوزيتيف. ازاي؟ يعني من الاقل قابليه لاكتساب او فقد الكترون للاعلى. يعني اعلى حاجه هيكون في السلسله دي الاكسجين، اقلهم اللي هو الناد اتش. فانا هبدا انزع الهيدروجين وهبدا اكسد من الناد اتش 2، يعني كله اقدر اخد منه ما عدا الاكسجين. يبقى اعلى واحد الاكسجين هو بياخد من الكل، ما فيش حد يقدر ياخد منه، لذلك هو اعلى واحد. يبقى اخر واحد في السلسله بيكون الاكسجين. العمليه دي بينتج عنها في الاخر الطاقه. الطاقه دي انا بستخدمها في الفوسفوريليشن، اني اضيف مجموعه الفوسفات لذره او لتركيب الاي دي بي
ليبقى ATP اللي هو أدينوزين داي فوسفيت، أضيف له الفوسفاتاية باستخدام الطاقة الناتجة من اتحاد الهيدروجين مع الأكسجين، هيديني جزيء ATP. ممكن ما تفهمهاش دلوقتي، أنا أفهمها إن شاء الله في الآخر بعد ما نعرف إزاي الهيدروجين هيجتمع مع الأكسجين في نهاية الكومبلكس، في الكومبلكس نمبر 5 أو آخر 4، وهنعرف إزاي السلسلة إن شاء الله. قلنا المكان بتاعها في الإنر ميتوكوندري ميمبرين. طيب بعد كده ايه الاسباب اللي اهلتها؟ اول سبب لو تفتكروا ايام الثانوي قلنا الانر ميتوكوندريال ميمبرين ده مكون من حاجه اسمها سيسترنا، او السيسترنا دي ليها اسم علمي اسمه كريستا، تمام؟ الكريستا هي الاعراف يعني، فالاعراف دي اي حاجه فولدت في الدنيا، اي حاجه منثنيه على بعضها، دي بتكون يعني مساحة سطح السيرفس اريا بتاعتها عالية. فانا كلما زودت السيرفس اريا هلقى عندي زيادة في التفاعل، دي معروفة يعني، كلما عندما ازود السيرفس اريا بلقى زيادة في السطح، فبالتالي يعني التفاعل بيكون انشط وبيكون يعني اكثر فاعلية من يكون عندي نطاق ضيق يعني. ده اول سبب. طب السبب الثاني لو تفتكروا، او الناس اللي ذكرت محاضرة كريب سايكل، قلنا المكان بتاعها بيكون في الماتريكس. طب الماتريكس دي بيطلع بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها ناد اتش 2 وبيكون فيها الفاد اتش 2 اللي هو ريديوس دي كارير، اللي هم دول المفروض يدخلوا الالكترون ترانسبورت تشين علشان يطلع منهم الاي تي بي. فبالتالي انا الاوتر ممبرين اقرب ولا الانر ممبرين اقرب للماتريكس؟ اكيد الانر ممبرين. يعني لو رجعنا للرسمة تاني هنا، هنلقى الماتريكس اللي هي باللون البلو ده اقرب للانر ميتوكوندريال ممبرين. فمجرد خلاص خلصت كريبس هيطلع عندي الناد اتش 2 والفاد اتش 2 على طول هيروحوا للانر ميتوكوندريال ممبرين. ده السبب الثاني. طيب السبب الثالث، الانر ميتوكوندريال ممبرين بيختلف عن الاوتر في انه الانر ميتوكوندريال ممبرين هاز يعني specific selectivity، يعني ليه نفاذية خاصة، ليه selective permeability خاصة بيه، فبالتالي مش اي حاجة تطلع وخلاص. يعني انا اكون الاي تي بي فيه وبالتالي الاي تي بي مش هيطلع غير يعني بمقدار معين، يعني مش هيطلع كده سبهلالة وخلاص كده، تمام؟ هنبدأ بعد كده في الكومبلكسز. دي المشكلة اللي كانت بتواجه كتير، عشان كده انا صممت المحاضرة دي اعملها دايجرام، وان شاء الله يعني بسطتها وخليت كل كومبلكس يعني استنبى ليهم كلهم، يعني كل كومبلكس مع الاربع كومبلكسات الاولانين كل واحد فيهم ليه كومون نيم، الاسم اللي هو العلم بتاعه اسم الشائع ليه، والاسم وليه كومبوننتس المكونات بتاعته والالكترونات خلاله بتتحرك ازاي، والاي تي بي والبروتونز في اي تي بي هيتولد فيه او في بروتونز ولا لا، ومفروض في معادلة هنا النت رياكشن دي تلقوها في المحاضرة إن شاء الله. يعني أنا نسيتها هنا بس كاتبها في الكومبلكسات اللي بعد كده يعني. فأول كومبلكس الكومبلكس 1، طب اسمه إيه ده؟ هو ده يعتبر البوابة الرئيسية للناد اتش. يبقى الناد اتش ده هيطلع من الماتريكس، الناد اتش ده هيطلع من الماتريكس معذرة يا شباب، الناد اتش ده هيطلع من الماتريكس، هيخش الانر ميتوكوندريال ممبرين عن طريق البوابه دي، عن طريق الكومبلكس 1، تمام؟ بينزع منه الهيدروجين، عشان كده الاسم بتاعه ناد اتش دي هيدروجينيز، ده الاسم بتاعه. طيب الكومبوننت بتاعته بيكون في اف ام ان اللي هو اختصاره فلافين مونونيوكليوتايد، والايرون سلفر كومبلكس اللي هو اف اي اس حديد وكبريت، ده هما دول التو كومبوننت بتاعه الكومبلكس نمبر 1. طب الالكترونات بتحرك ازاي؟ هل من الاف ام ان تو ايرون سلفر ولا العكس؟ لا، هي من الاف ام ان تو اف اي اس كومبلكس، تمام؟ طيب ايه نتيجه العمليه دي؟ انها انا بنزع الهيدروجينتين كده اللي هو موجودين في الناد اتش بلس اتش، فيتحول معايا لناد، ناد اللي هو ناد موجب عليه الاشاره موجبه دي، تمام؟ طب هنا هل في اي تي بي؟ نعم، هنا يكون في اي تي بي، علشان البروتون ده في الاخر هناخد في الخطوه الاخيره اللي هو اللي فيها اي تي بي سينثيسز، فيها تصنيع الاي تي بي، هنلاقي انه الكومبلكس نمبر 1 ده بياخد اربع بروتونات من الماتريكس وبيضخوهم للانترميديت سبيس اللي هو من خلاله انا بقدر اولد اي تي بي، اللي هو اول ميكانيزم ان شاء الله نشرحه بالتفصيل. فدلوقتي تعرفوا بس مجرد جاس انكم تعرفوا انه الاي تي بي بروديوسد في حالة الكومبلكس 1، والبروتونز برضو بيحصل لها بامبد خلاله، تمام؟ من الماتريكس للانترميديات سبيس.
كده ان شاء الله اظن ان الكومبلكس 1 واضح، يعني الكومون نيم بتاعه ناد اتش دي هيدروجينيز، الكومبوننت بتاعته افلافين مونونيوكليوتايد او هو الاف ام ان والايرون سلفر كومبلكس. طيب مسار الالكترونات من الاف ام ان تو اف اي اس كومبلكس او الايرون سلفر كومبلكس هي هي، بس ده اختصار. وبعد كده الاي تي بي بيحصل له انتاج هنا، والبروتونز برضو بيحصل لها بامبنج من خل من الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا تو انترميديات سبيس. طب بعد كده الكومبلكس رقم 2 ده بوابة رئيسية مخصصة لمين؟ للفاد اتش 2. يبقى كده الناد لمدخل والفاد اتش 2 لمدخل، وعشان كده السبب ده هو اللي هيغير لي في الاخر كمية الاي تي بي. يعني الفاد بيطلع لي 1.5 اي تي بي، والناد اتش اللي بياخد مسافة اكتر او بياخد اكتر من كومبلكس بيطلع لي 2.5 اي تي بي. طيب الكومون نيم بتاعه ساكسينيت دي هيدروجينيز ليه؟ علشان لو خدنا لو افتكرته في كريبس، في كريبس الوحيد اللي بيطلع فاد اتش 2 التفاعل هو ده تحول في اللي هو الساكسينيت دي هيدروجينيز. هذا الانزيم اللي كان بيحول لي الساكسينيت لفيوماريت هو ده ساكسينيت دي هيدروجينيز، فكان يطلع لي فاد اتش 2، فهو الريديوسد كارير الوحيد. يعني ده لو قال لكم ايه هو الكومبلكس اللي سبيشاليزد تو فاد اتش 2 هتقولوا له كومبلكس 2. دي كانت رسمه الميتوكوندريا عشان تفتكروها وتعرفوا الاوتر ميتوكوندريا ميمبرين، وانا صممت اعملها هنا وضفتها للدياجرام علشان اقول لكم انه الانزيمات المسؤوله عن عمليتين سواء كريبس سايكل ولا الالكترو ترانسبورت تشين بتكون موجوده في الميتوكوندريا. وادي الصور وهي رسمه حلوه عجبتني يعني فقلت اضيفها. طيب ايه الكومبوننت بتاعته؟ هو ده كومبلكس صغير اصلا مختلف عن الباقيين، فهو صغير فهو ما فيهوش غير ايرون سلفر كومبلكس فقط. تمام. طيب كده مسار الالكترونات بتاعته بيكون من اف اي اس، وفي حلقه وصل، في حلقه وصل بتوين كومبلكس 1 وكومبلكس 2. يعني كومبلكس 1 كده مستقل عن كومبلكس 2، ما فيش رابط بينهم، ولكن في رابط بين كومبلكس 1 وكومبلكس 3 وكومبلكس 2 وكومبلكس 3. يعني في رابط بين المعقد 1 ومعقد 3 ومعقد 2 ومعقد 3. طب ايه هو الكومبلكس ده؟ اللي هو الكو انزيم كيو. الكو انزيم كيو ده از ذا اونلي ليبيد سوليبل انزيم، ما فيش غير هو اللي هو يعني الانزيم اللي بيذوب في الدهون، هو ده اللي بينقل الالكترونات، هياخد الالكترونات من الكومبلكس 1 والكومبلكس 2 وهيربطهم هيوديهم الكومبلكس 3. يعني هو بيكمل السلسله كده، بيعمل كحلقه وصل، علشان كده الكومبلكسات دي كومبلكسات يعني متواصله مع بعض، ما فيش حاجه فيهم يعني مش متقطعين. هو صح الفاد الاول ما يجي يخش، مش هيخش كومبلكس 1، يخش كومبلكس 2، والناد هيخش كومبلكس 1 بس، ولكن في الاخر في حلقه وصل هتربط الكومبلكس 1 و2 بسري اللي هو الكو انزيم كيو. يبقى كده بمثابة حلقة وصل. طب ايه النت رياكشن بتاعه؟ الساكسينيت هيتفاعل مع الكو انزيم كيو. الكو انزيم كيو هياخد لي ذرتين هيدروجين من الساكسينيت، هيتحول الساكسينيت لفيوماريت ويتحول الكو انزيم كيو، الكو انزيم كيو اتش 2 اللي هو ريديوست. ادي فيهم يعني الساكسينيت ده كان اوكسيدايزنج كده، كان ريديوست، انا خدت منه هيدروجينتين فبيجي اوكسيدايزنج فكون لي الفيوماريت، والكو انزيم كيو كان اوكسيدايزنج فضفت له هيدروجينتين فبيجي كده ريديوسد. عشان تعرفوا، عشان كده فهمتوا معنى ريدوكس بوتنشال، يعني الماده تتحول من الصوره ريديوسد لاكسيدايزنج او العكس. تمام. ولكن ده بصوره سهله، ما فيش طاقه يعني انا استخدمها. طيب الكومبلكس 2 ده اصلا هو مميز انه الميزه واحده فيه، يعني كلهم ما ينتج فيهم طاقه ما عدا كومبلكس 2، ما فيش ولا اي تي بي ولا ما فيش بروتونات. تمام. ننتقل بعد كده يا شباب للكومبلكس 3. الكومبلكس 3 الاسم بتاعه جاي من المكونات بتاعته. هنا ظهر معايا السيتوكروم. السيتوكروم ده ما هو الا الاف اي اس اللي هو ايرون سلفر كومبلكس، ولكن ايرون سلفر كومبلكس ده كان الاورجانيك كومباوند. هنا هو ولكن هضيف له الهيم، هضيف له ماده الهيم دي، فالهيم زائد الكترون زائد اف اي او ايرون سلفر كومبلكس اللي هو اف اي اس زائد الهيم هيبقى اورجانيك كومباوند على بعض، هيبقى اسمه سيتوكروم. سيتوكروم بي سي مش بي اي دي، دي بي سي. تمام. ده الكومون نيم بتاعه. طب الكومبوننت بتاعته هي اللي هو من الاسم كده، يعني الاف اي اس الكومبلكس وسيتوكروم بي وسيتوكروم سي.
ناقصه سي هنا يا شباب في الدياجرام بيكتبوها سيتوكروم سي. بعد كده طب فلو اوف الكترون اسرو ات، تمام، انا باخد السيتوكروم الالكترون هيتحرك من السيتوكروم بي هيعدي لي على الـ على الاف اي اس اللي هو ايرون سلفر كومبلكس، بعد كده السيتوكروم سي 1 كده. الكومبلكس دول الثلاثه دول هم المكونات بتاعت كومبلكس ثلاثه. طب ايه سيتوكروم سي ده؟ سيتوكروم سي ده هو حلقه الوصل بين بين كومبلكس ثلاثه الكومبلكس اربعه. في الاخر يا شباب انا عامل لكم الدياجرام، عامل لكم رسمه علشان تفهمكم حلقه الوصل دي. يعني زي ما قلنا حلقه الوصل يعني ما بين كومبلكس 1 وكومبلكس 2 اللي هو كومبلكس 3 اللي هو الكو انزيم كيو، هنا السيتوكروم سي هو حلقه الوصل بينهم، هو حلقه الوصل، تمام. بعد كده بالنسبه زي ما قلنا كلهم يشتركوا في دول، يعني الحمد لله الواحد اللي هو حكايه الاربع نقاط والخمس نقاط اللي عملهم الكل كومبلكس دول ان شاء الله يسهلهم عليكم ان شاء الله. فالاي تي بي هنا بروديوسد والبروتون برضو بامبد، يعني البروتونات اللي انا هطلعها وهديها في الماتريكس، يعني دلوقتي الالكترون ترانسبورت تشين دي يعني بتاخد الالكترونات، طب باقي الهيدروجين فين اللي هو البروتون؟ يعني هو الهيدروجين في واحد واحد، واحد الكترون واحد بروتون، انا باخد الالكترونات بنقلها على الكومبلكسز دي، بينما البروتونات انا دي بفين بنزلها في الماتريكس، بديها في الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا، وفي الاخر هقول ايه هيحصل، وهي والبروتونات دي هي اللي هتنقل هي اللي هتكون هي اللي هتعمل لي فوسفوريليشن في الاخر للاي دي بي زائد الفوسفاتايا عشان يكون لي اي تي بي. ولكن دي ان شاء الله نشرحوها في الكومبلكس خمسة في الميكانيزم بتاع، او انا هنشرحوها في الاوكسيداتيف فوسفوريليشن ازاي انا هكون اي تي بي من اي دي بي زائد فوسفات. طيب النت رياكشن يا شباب دي ما هي الا معادله، الكو انزيم كيو اتش 2 انا هفعله مع اثنين سيتوكروم سي اللي هو فيهم الحديد هنا بيكون من النوع الاف اي بلس 3 اللي هو الفرس بعد او الفرك، بعد كده هيتحول الكو انزيم ده هيحصل له اوكسيديشن وهيفقد الهيدروجينتين، هيبقى كو انزيم كيو الهيدروجينتين هيطلعوا، والسيتوكروم بدل ما كان اوكسيدايزنج فورم هيبقى ريديوس دي فورم اللي هو اف اي موجب 2 اللي هو الفرس كده. كومبلكس 3 تمام يا شباب. بعد كده كومبلكس 4 الكومون نيم بتاعه اسمه سيتوكروم اوكسيديز. طب ليه سيتوكروم اوكسيديز؟ علشان هو ليه علاقة كده، هو الكومبلكس 4 ده خلاص بيظهر فيه الاكسجين، ان انا بطلع الكترونات خلاص وبطلع اتنين هيدروجين دول بفعلهم مع النص او 2 بفعلهم مع ذرة اكسجين هيكون لي مية، وهو والطاقة الناتجة عن تفاعل الاكسجين مع الهيدروجين هي الطاقة دي اللي هستخدمها انا في الاي تي بي، هي اللي هستخدمها في توليد الاي تي بي في الكومبلكس 5 اللي هو اسمه اي تي بي سينثيسيز، تمام. طب ايه الكومبوننت بتاعته؟ الكومبوننت بتاعته يعتبر مختلفة شوية، معلش هنا أنا عكستهم، عكست الكومبوننت مع الفلو وادي السهم هنا على الشمال علشان تعكسوهم. الكومبوننت بتاعته اللي هو سيتوكروم A وسيتوكروم A3 والكبر A والكبر B، تمام؟ السي يو بي ده اختصار الكبر يا شباب. طيب ايه الفلو بتاع الالكترونات؟ الالكترون بينتقل من الكبر A، يعني احنا قلنا حلقة الوصل كان سيتوكروم سي، فالسيتوكروم سي هيسلم الالكترون لمين؟ للكبر اي، الكبر اي هيسلمه لسيتوكروم اي، طب سيتوكروم اي هيسلمه لسيتوكروم اي 3، بعد كده هيسلمه للكبر بي، كده انا خلاص انتهيت، من توليد او من خلاص نقل نقل الالكترونات مع وبعد كده هيظهر لي هنا الهيدروجين هيتفاعل مع نص او 2 هيكون لي ميه، ان شاء الله توضح اكثر مع الرسمة في الاخر. طيب ايه النت رياكشن بتاعه؟ عادي خالص اهو هيوضح هنا الرسمه انه اتنين سيتوكروم اللي هو الفيل الحديد من النوع اللي هو الريديوس دي فورم اف اي موجب 2 اللي هو الفرس هفعله مع ذره او نص ذره مع ذره اكسجين او نص جزيء اكسجين اللي هو نص او 2 زائد الهيدروجينتين هم اللي معايا من بتوع الهيدروجين، بعد كده هيطلع لي اتنين سيتوكروم اف اي موجب 3، بعد كده هيطلع لي ميه، جزيء الميه هيطلع مع طاقه، وزي الميه هيطلع مع طاقه. في الحاله دي بيكون انا عندي اي تي بي بروديوسد، بيكون عندي اي تي بي، يعني انا بطلع اي تي بي في الحاله دي،
وبرضه بيكون عندي بروتون بامبد، فهي كلمه نودي جت بالغلط يا شباب شيلوها علشان انا الدياجرام لسه عامله فما رجعتوش كويس. فهي بروتون بامبد، يعني هنقوله انه كومبلكسي 1 بيعمل لي بامبنج لفور بروتونز، ومش بيعمل فيهم اللي هو كومبلكسي 2. طب كومبلكسي 3 بيعمل بامبنج برضه الاربع بروتونات، بينما كومبلكس 4 اللي هو ده بيعمل بامب لاثنين بس، وهنشوفه ازاي في ان شاء الله يوضح الرسمه فصححه دي يا شباب. طيب كومبلكس 5 بيتكون من جزئين، ده مختلف عنهم. اربع كومبلكسات الباقيه دي كان يعني كانت عباره عن نفسي يعني متشابهين متقاربين من بعض، لكن ده بيتكون من جزئين، اف 1 بورشن واف 0 بورشن. طب اف 1 بورشن ده بيكون كلوزد، بيكون من تحت. طب الجزء اللي من فوق اللي هو الاوبن الاف 0 بورشن، تمام. كومبلكس 5 شباب يعني فهموا دول دلوقتي، ان شاء الله يشرح بالتفصيل في العمليه اللي جايه دي احسن من هنا يعني. طب الكومن نيم بتاعه اسمه اي تي بي سينثيسيز، فهو يعني العمليه هو المسؤول، يعني قال لكم الكومبلكسز ان ات ويتش اي تي بي از بروديوسد هتقولوا كومبلكس 5. طب فين بالظبط؟ بيكون عند الاف 0 بورشن، عند الاف 1 بورشن اللي هو الجزء المغلق بتاعه. يبقى لو سالكم عن تصنيع الاي تي بي، لو سألكم عن تصنيع الاي تي بي بيحدث فين؟ بيحدث في الاف 1 بورشن اللي هو الكلوزد، يعني لو سألكم بالتدقيق يعني هو عموما في الكومبلكس 5، لكن لو دققوا وقال لكم في الاف 1 بورشن اف 0 بورشن هتقولوا له في الاف 1 بورشن اللي هو الكلوزد. طيب بعد كده هيكون عندنا نوعين من الفوسفوريليشن، اوكسيداتيف فوسفوريليشن وسبستريت ليفل فوسفوريليشن. نبدا بالاوكسيداتيف فوسفوريليشن، هنقولها اول حاجه بالعربي. يعني انا لو من اصنع اي تي بي والاي تي بي بتاعي انا عندي ودخلت في العمليه بتاعتي الالكترو ترانسبورت تشين ودخلت الريديوس دي كارير اللي هو الناد اتش 2 فاد اتش 2 وخدت منهم طاقه، دي تسمى اوكسيداتيف فوسفوريليشن. طب الكلام ده نصيغه لغه انجليزيه، ات از ذا بروسيس باي ويتش ATP is synthesized coupling with electron transport chain. يبقى أنا بصنع الـ ATP من خلال اتحاد الأدينو اللي هو الأدينين داينيوكليوتايد، أو معلش يا شباب اللي هو الـ ADP مع الفوسفاتاية، هيكون لي أدينوزين تراي فوسفات. يعني أنا بفاعل الأدينين داي فوسفات مع الاورجانيك فوسفات باستخدام الطاقه الناتجه دي من تفاعل الاتحاد الهيدروجين مع الاكسجين، هيطلع لي طاقه انا هستخدمها في الفوسفوريليشن. يعني عمليه فوسفوريليشن اني بضيف مجموعه فوسفات للاي تي بي، فبدل ما كان هو ادينوزين داي فوسفات، داي باللاتين يعني اثنين، وبقى هيتحول لاي تي بي اللي هو ادينوزين تراي فوسفات. دي تسمى الكترون، دي تسمى اوكسيداتيف فوسفوريليشن. طبيعي الميكانيزم بتاعها، احنا قلنا انا شغال دلوقتي انقل الكترونات، فبالتالي كان في بروتونات بتطلع في كل كومبلكس، فانا دي كنت يعني احوشها في الماتريكس. طب الماتريكس اتكونت فيها مين؟ اتكونت فيها او تراكمت، حصل اكيوميليشن للبروتونات دي، فعمل لي حاجه اسمها كيمو اوزموتيك جريدينت. يعني ايه كيمو اوزموتيك جريدينت؟ يعني ده بروتون ماده كيميائيه طبعا، فكده هو عمل لي تركيز، وعمل لي يعني في التركيز بتاعه عالي جوه، فبالتالي هو اوتر ميتوكوندري ممبرين او من بره او بره الماتريكس كده هو قليل، فبالتالي بيحصل كده ضغط علشان البروتونات دي المكان ده ضيق فعايزه تطلع، فيحصل حاجه اسمها كيمو اوزموتيك جريدينت، علشان كده هتحاول تطلع. ولكن الانر ميتوكوندري ممبرين لو تفتكروا انه هو اتز امبرميابل، هو يعني غير منفذ، هو هاز هاي سيلكتيف برميابيليتي، النفاذيه بتاعته عاليه جدا مخصصه، فمش هيطلع اللي هو البروتونات، فبالتالي البروتونات مش هتلقى اي مفر الا من خلال الكومبلكسز دي، فالكومبلكسز دي هتفتح هتطلع هتعمل لي بامبنج. فكومبلكس 1 هيعمل لي بامبنج لاربع بروتونات، منين من فين لفين؟ هيعمل لهم بامبنج من الماتريكس اللي كانوا متحوشين فيهم، كان حصل لهم اكيوميليشن فيها للانتر ميتوكوندر ممبرين. طب كومبلكس 2 يا شباب مش هيعمل حاجه. طب كومبلكس 3 برضه زي كومبلكس 1 هيضخ اربعه. طب كومبلكسي 4 زي كومبلكسي 1، يبقى كومبلكسي 1 وكومبلكسي 3 شباب هيضخوا 4 بروتونات من الماتريكس للانتر ميتوكوندريال سبيس. طب بالنسبه او الانترميديت سبيس، الانترميديت سبيس شباب مش انتر ميتوكوندريال، انترميديت سبيس. طيب بالنسبه لل
الكومبلكس 2 ده نو بروتون بامبض، ما فيش بروتونات هيضخها. طيب طب بالنسبه للكومبلكس 4 اللي قلت لكم صححوها بدري، اللي هو من لقيتوها نو، هي لا في هم 2 مش 4، 2 مش 4 تمام. بعد كده حصل تراكم بدل ما كانت متراكمه في الماتريكس دلوقتي بقت متراكمه فين؟ في الانتر ميتوكوندريال او الانترميديت سبيس تمام. بدأ هي كده متراكمه في الانترميديت سبيس، في الانترميديت سبيس. بصوا كده يا شباب هنا في السطر ده، افهموه هنا وانتوا اكتبوه بطريقتكم، علشان في كده اللي نقل الحته دي ما كتبهاش صح، عشان انا بعته من واحد نقلهم عشان الخط يعني يكون اوضح شويه. هو المفروض البروتونز بعد ما يحصل لها بامبنج اللي هو الاثنين دول هيحصل لها اكيوموليشن. سيبكم من السطر ده، السطرين دول اللي هو بعد الحته الفاضيه دي افهموهم مني انا. فانا اشرحهم كده من اللي فاهمه ان شاء الله. الانر اول ما يحصل كده تراكم ليهم في الانترميديت سبيس هيحصل برضو كيمو اوزموتيك جريدينت، فهي بتحاول تطلع. طيب هتحاول تدخل تاني الماتريكس، طب الانر ميتوكوندريال ميمبرين غير منفصل، طب هي هتدور على المكان اللي طلعت منه. هي طلعت منين؟ طلعت من الكومبلكسز. الكومبلكسز هنا يعني اكت از ا بامب، عملت لها كده كمضخه هنا. طب المضخه دي في اتجاه واحد فقط، من الماتريكس لانترميديت سبيس مش العكس. فهي بقى هتحاول ترجع تاني، مش هتلقى، هتلقى واحد بس اللي هو احنا ما ذكرناهوش يعني غير جليل، اللي هو الكومبلكس 5. الكومبلكس 5 ده اكت از تشانل ليها. الكومبلكس 5 قلنا الاف مين اللي هو الاف زيرو بورشن بتاعه من فوق ده هو الكلوزد، هو الاوبن. طب كده تدخل منه، تدخل كده، تدخل تحت الامان، هتلقاه مكفول من تحت، مكفول من ناحيه الماتريكس. يعني المفروض هي بعد هتعدي كده من ناحيه الماتريكس منه، هتلقاه مكفول. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ هيدخلوا ثلاث بروتونات تمام. الثلاث بروتونات ده او هو طب نقوله تركيبه، تركيب الكومبلكس دي عباره عن بروتينات اصلا. فهو الجزء المغلق ده بتاع الكومبلكس 5 عباره عن تشينز، يعني تشينز يعني عباره عن زي ترابيس كده مكفوله من تحت. فالترابيس دي انا البروتونات دي هتخش جوه، هي عايزه يعني عايزه تخش جوه الماتريكس، فبتحاول معاه، فتحاول اول ما يعني هتلف التشينز بتاعته، فبالتالي هيتفتح. فاول ما يتفتح هو اللي هو الجزء الكلوز ده عليه من بره، عليه من بره الاي دي بي. فاول ما يلف الترباس كده هيعمل لي فوسفوريليشن، هيتحد الاي دي بي مع مجموعه الفوسفاتايا باستخدام الطاقه الناتجه اللي قلناها بدري من اتحاد الاثنين ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين، هيكون لي اي تي بي. يبقى بالتالي انا محتاج كام بروتون عشان اضخ اي تي بي؟ هو العدد اللي محتاجه انا عشان بيعمل له فوسفوريليشن بيدخلوا ثلاثة، وبعد كده انا بعمل البامبنج لواحد. فهو انا كل كومبلكس او كل يعني كل اي تي بي بروديوسد يعني هيحتاج اربعة بروتون. يبقى كل اربعة بروتون هم المسؤولين عن انتاج اي تي بي. يبقى اربعة بروتونات هيخشوا هيعملوا لي فوسفوريليشن، هيحركوا الترابيز دي ويعملوا فوسفوريليشن لمين؟ لجزيء اي تي يعني للاي دي بي واحده زائد فوسفاتايا واحده، هيكون لي ايه؟ هيكونون اي تي بي. يبقى بالتالي هو ده من خلاله انا اقدر احسب هم واحد ونص ولا اثنين ونص تمام. ففي حاله يا شباب الناد اتش 2 قلنا ده بيخش من الكومبلكس 1 بتاعه اللي هو البوابه بتاعته. طب الكومبلكس 1 كان بيضخ كام؟ كان بيضخ 4. طب بعد كده الكومبلكس الناد بعد كده الالكترونات بتاعه الكومبلكس 1 دي او بتاعه ناد اتش 2 كانت في كومبلكس 1، هل هتروح كومبلكس 2؟ احنا قلنا كومبلكس 2 ده متخصص للفاد اتش 2، فبالتالي ملوش علاقه غير اللي بيه هو بس. لا، هتعدي بعد كده الكومبلكس 3 من حلقه الوصل بينهم قلنا الكو انزيم كيو. طب الكومبلكس 3 برضه بيضخ 4، يبقى كده 4 و4 8. طب بعد كده كومبلكس 4 قلنا بيضخ كام؟ بيضخ 2. طب كده 4 و4 و2 يبقى كده 10. طب 10 وقلنا كل جزيء اي تي بي محتاج 4 بروتونات. طب 4 هيكونوا له واحد و4 التانيين هيكونوا له جزيء اي تي بي ثاني. طب و2 دول هيكونوا له نص. علشان كده ادي اساس يا شباب 2.5 اي تي بي. عشان في ناس كانت تسال طب ازاي ناد اتش 2 طلعت ازاي 2.5 اي تي بي؟ اهي كده، ان هم كل 4 بيخشوا في الكومبلكس 5 بيحركوا الترابيس بتاعته، بيحركوا التشينز بتاعته عشان يفتح، هيعملوا لي فوسفور ريليشن للاي تي للاي دي بي الموجود بره عليه زائد مجموعه الفوسفات، كده هيكونوا لي جزء اي تي بي. فاربعه كونوا لي واحده، واربعه اتنين كونوا لي واحده، واتنين كونوا لي نص اي تي بي، فعلى بعض كده كونوا لي 2.5 اي تي بي تمام. نفس الحال بالنسبه لمين؟ بالنسبه
الفات اتش 2، الفات اتش 2 يا شباب هتعدي على مين؟ هتعدي على الكومبلكس 2 على طول. طب الكومبلكس 2 على طول بيضخ حاجه مش بيضخ حاجه، تمام. بعد كده هتخش على طول على من خلال الكو انزيم كيو حلقه الوصل ده، هيخش على الكو على الكومبلكس 3. الكومبلكس 3 ده بيضخ اربع بروتونات. طيب كده اربعه معايا. طب والكومبلكس اربعه بيضخ، الكومبلكس الكومبلكس 4 بيضخ كام؟ بيضخ 2. طب كده 4 و2 6. طيب قلنا احنا كل اي تي بي عايز كام بروتون عشان ينتج؟ عايز 4. يبقى كده 4 كونوا له 1 و2 كونوا له نص، يبقى كده 1.5 اي تي بي. يبقى كده فهمتوا يا شباب انه الفاد اتش 2 ازاي بيكون 1.5 والناد اتش 2 بيكون ازاي 2.5؟ ان شاء الله تكون وصلت. طب بعد كده يعني لو فهمتوش عيدوها تاني اكتر من مره. طب بعد كده الكو انزيم كيو قلنا احنا كده اثناء الشرح هو عباره عن ليبيد سوليبل كومبوننت، ده بيعمل لي كارينج للالكترونز للكومبلكس 1 و2 للكومبلكس 3. كده بيمثل حلقه وصل زي ما قلت لكم. انا الكلام ده انا كاتبه عشان كده يعني من حتى من اقراه يعني ممكن انا اكون شرحه اصلا، ولو قريته يعني بيكون انا يعني الكلام اصلا شرح نفسه، والحاجات اللي محتاجه شرح بضيفها لكم. فانتوا برضو مخليه معاكم ورقه وقلم، والحاجات اللي اقولها زياده اكتبوها. طب السيتوكروم سي ده برضو حلقه الوصل بين كومبلكس 3 وكومبلكس 4، حلقه الوصل يعني ما بين كومبلكس 3 وكومبلكس 4. ادي السمري يا شباب قلت لكم عليه للالكترون ترانسبورت تشين اللي هو اختصارها اي تي سي، تمام. ادي الكومبلكس 1 قلنا مكوناته اف ام ان واف اي اس، الالكترونات بتنتقل من اف ام ان لاف اي اس. طبيعي النواتج انه ناد اتش 2 هيطلع هيبقى ناد اتش. طب البروتون اللي طلع ده الاتش هيروح للماتريكس، تمام. بعد كده كومبلكس 2 ادي واحد مستقل عن كومبلكس 1 هيدخل فيه الفاد اتش 2 هيطلع لي فاد وما فيهوش غير كومبوننت واحد اللي هو اف اي اس. طب الالكترونات بتاعتهم بتنتقل ازاي منهم الثلاثه؟ عن طريق الكو انزيم كيو اللي هو مكتوب بالرصاص كده على السهم اللي هو كبير ده، تمام. طب الكومبلكس 3 مكون من ايه؟ من سيتوكروم بي واف اي اس اللي هو ايرون سلفر كومبلكس وسيتوكروم سي 1. برضه في بروتونات بتتضخ في الماتريكس او هي بتطلع في الماتريكس بعد كده هضخها كده للانترميديت سبيس، تمام. طيب ايه حلقه الوصل كومبلكس 3 وكومبلكس 4؟ اللي هو سيتوكروم سي. سيتوكروم سي يعني كده خلي بالكم عندي سي 1 وعندي سي، فهو السي هو حلقه الوصل، تمام. بعد كده تسلسل الالكترونات او الفلو اوف الكترونز خلال كومبلكس 4 يعني تنتقل من الكبر A ثم سيتوكروم A ثم سيتوكروم A3 بعد كده الكبر B. هنا هو نص O2 زائد ذرتين هيدروجين هيكون لي H2O جزء ميه. طب الطاقه الناتجه دي هتخش على كومبلكس 5 اللي هو فيه ثلاثه هيدروجينات ده اللي هم ثلاثه بستخدمهم في واحد ثاني رابع معاهم، هم دول هيكونوا لي جزء ATP، هيكونوا لي جزء ATP يعملوا لي فوسفوريليشن ليه. فعلى تحت كده اللي هو من تحت ده المفروض هو ده الاف 0 ده هو الاف 1 بورشن اللي هو ده بيكون كلوزد، فعنده هنا بيكون على سطح المنبرة بتاعه اي دي بي وبي، فيحصل فوسفوريليشن ليهم بعد ما انا دي هتدخل وهتلف لي. نقولها من الاول عشان تفتكروها، البروتونات هي نزلت تحت دي في الماتريكس هتعمل لي كيموزموتيك جريدينت، بعد كده هتيجي عايزه تنتقل وتطلع بره من الزحمه دي هتلقى الانر ميتوكوندري ممبرين بيقول لها معلش مش هقدر اخرجك. طب مش هتلقى غير مكان واحد يطلعها هي الكومبلكسز دي، كومبلكس 1 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4، قلنا 2 مش بيعمل ضخ ليهم، يفتحوا هيطلعوا لي اف 1 ده هيطلع لي 4 اللي هو الكومبلكس 1 والكومبلكس 3 هيطلع كومبلكس 2 هيطلع لي 0، كومبلكس 4 هيعمل لي 2 وكومبلكس 3 هيعمل لي 4 برضه. يبقى كده 4 4 2 على الترتيب، يعني 4 لكومبلكس 1 4 لكومبلكس 3 2 لكومبلكس 4، تمام. برضه كده هيتجمعوا فين؟ في الانترميديت سبيس. في الانترميديت سبيس كده هم يعملوا لي برضه كيموز موتيك جريدينت، هتحاول ترجع تاني للماتريكس برضه عشان المكان ده ضيق، يعني الماتريكس كانت ضيقه ولا ده اضيق منه، فبالتالي هي هتتراكم على بعضها وتحصل لها اكيوميليشن، فعايزه تهرب وتروح مكان تاني اوسع.
طيب هتروح ازاي؟ هتلقى الطريق البمب دي اللي اشتغلت، الكومبلكسز دي اللي هي طلعتها، هي شغاله في طريق واحد بس في اتجاه واحد، مش تشتغل في العكسي. فهتلقى واحد بس هو اللي هيفتح لها الطريق ويديها الامان، اللي هو مين؟ هو كومبلكس 5. قلنا عن طريق مين؟ عن طريق الاف 0 بورشن اللي هو الابر بارت بتاعه العلوي، ده هو الفاتح بتاعه اللي هو ناحيه الانترميديت سبيس. تمام، هتدخل من جوه تلقى الطريق مسدوده. طب هتعمل ايه؟ هتضغط تضغط تضغط، يعني كل فكل ثلاثه او كل اربعه هيعملوا لي فوسفوريليشن، هيعملوا لي او يعملوا لي هيحركوا التشينز بتاعته ويفتحوا القناه دي من تحت بتاعته عشان يخشوا الماتريكس من جديد. ولكن اثناء اللفه دي هيحصل فوسفوريليشن، هيتحد جزء او مجموعه فوسفات اللي هو اورجانيك فوسفات مع الاي دي بي اللي هو الادينوزين داي فوسفات، فهيكونوا لي جزء اي تي بي. ادي هو انا الهدف اللي كنت عايز اوصل له من العمليه دي. يبقى كده انا كونت الجزء اي تي بي. تمام كده يا شباب، هنتقل الى عنوان تاني اسمه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. احنا قلنا في الاول كان في نوعين من فوسفوريليشن، اوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي هو انا بكون اي تي بي في وجود الالكترون ترانسبورت تشين. طب فرضنا انا كونت الاي تي بي كده بدون ما استخدمها، ده تسمى سبستريت ليفل فوسفوريليشن. تمام، طب ايه الامثله عليها؟ في مثالين في جلايكوليسيس، وفي مثالين او في مثالين في الجلايكوليسيس، وفي مثال في الكريبس. في الجلايكوليسيس الجسر الضهاي الثلاثه فوسفات ده يعني هيحول بعد ما يتحول 1 و3 بيس فوسفات او بيس فوسفو جليسريت، هيجي هي هاخد انا هاخد منه مجموعه الفوسفات من ذره الكربون رقم 1 وهضيفها الاي دي بي، فهيكون لي جزء اي تي بي. في الخطوه الثانيه المهم 1 و3 بس فوسفوجليسريت زائد الاي دي بي، هاخد مجموعه الفوسفات من ذره الكربون رقم 1 وهضيفها للاي دي بي فهيبقى اي تي بي. فكده هيبقى اسمه المركب الجديد 3 فوسفوجليسريت. فكده انا كونت اي تي بي بدون ما استخدم مين؟ بدون ما استخدم الالكترون ترانسبورت تشين، فده اسمه سبستريت ليفل فوسفوريليشن. طب مثال عشان توضح اكتر، الفوسفو اينو البيروفيت ده اول ما يتحول بيروفيت، طب فين الفوسفو؟ فين مجموعه الفوسفات راحت؟ فين؟ انا خدتها وضفتها للاي دي بي فكده كونت اي تي بي. فكده برضو ده مثال ان انا كونت الاي تي بي بدون ما ارجع للالكترون ترانسبورت تشين. طب مثال تاني، دول كانوا تبع الجلايكوليسيس. طب مثال تاني الكريبس، الالفا كيتو جلوتاريت زائد الناد زائد كو انزيم اي، هيتحول الفا كيتو جلوتاريت لساكسينايل كو انزيم اي، وبعد كده كون لي ناد اتش. طب الخطوه الثانيه بعد كده هكمل، هو مهمه هنا الخطوه الثانيه مش الاولى، بس الاولى يعني لازم ده معادلتين جايبه لكم انا عشان يكون تسلسل التفاعل صح يعني. فالالفا كيتو جلوتاريت مع الناد اتش مع الكو انزيم كو انزيم اي هيطلع لي ساكسينايل كو اي وناد اتش وناد اتش وزائد اتش طبعا عشان هو ناد اتش 2، فكده بتتكتب ناد اتش زائد اتش. طيب بعد كده ساكسينايل كو انزيم اي زائد الجي دي بي، الجي دي بي زي اللي هو الاي تي بي، فده كان هناك اسمه ادينوزين داي فوسفيت، ده اسمه جوانين داي فوسفيت، وبعد كده هيكون لي جوانين تراي فوسفيت اللي هو الجي تي بي. تمام كده يا شباب، احنا خلصنا الفوسفوريليشن وخلصنا الالكترو ترانسبورت تشين. طب ننتقل لعنوان جديد اللي هو الانهيبيتورز، دي فيها حفظ اكتر من هي فهم يعني. فمثال على الانهيبيتورز اللي هو دي، الانهيبيتورز دي بتعمل انهيبيشن للعمليه تماما، تعمل انهيبيشن للالكترو ترانسبورت تشين، فبالتالي انا مش هكون اي تي بي. عشان في فرق بين انهيبيتورز وانكابلرز، هناخدهم بالتفصيل يعني هفرقوا بينهم ان شاء الله. خليكم كده دلوقتي في الانهيبيتورز، دي بتعمل لي انهيبيشن لتصنيع الاي تي بي عن طريق انهيبيشن لاي كومبلكس منهم، اختارهم كومبلكس في 4، كومبلكس 4 ده بيسبب اكيوميليشن، ان انا بعمل كده اكيوميليشن لكل الريديوسد، يعني كل الحاجات اللي هو مختزله اللي هو في الكومبلكس 1 و2 و3، انا دي انا بعملها تراكم في الجسم، والحاجات دي ضاره جوه، ضاره بتكون فيري هارمفول على الجسم، او بتكون هارمفول على الهيومن بودي من تتراكم فيه. فاول اول اول حاجه عندنا اللي هو الباربيوتريت اللي هو زي الامو باربيتال، ده بيعمل لي انهيبيشن للالكترو ترانسبورت تشين. فين؟ على مستوى مين؟ على مستوى الكومبلكس، على مستوى كومبلكس 1. طب كومبلكس 1 مين فيه موجود؟ على الاف اي اس. تمام، فهو بيمنع انتقال الالكترونات من الاف اي اس اللي هو ايرون سلفر كومبلكس للكو انزيم.
الكو انزيم كيو، فدي مشكله كده انا وقفت العمليه من اولها يعني، فدي برضو اقل خطرا، اقل خطرا من من اعمل انهبيشن لكومبلكس اربعه. زي قلت لكم كلما زادت كميه الريديوس دي ايجنتس العناصر المختزله في الجسم فخطورتها بتزيد يعني. فممكن ممكن ده انا لو زودت الدوز من الدواء ده اللي هو الباربيتوريت او اللي هو الامو باربيتال، فده ممكن ده بيعمل لي يعني بيكون فيتال، ممكن يعني يحصل ديث. ما خلاص انا الجسم ما فيهوش اي تي بي، فبالتالي الخلايا منها مثال الار بي سيز لو فقدت الاي تي بي بيحصل رابشر. وعموما الاي تي بي يا شباب ما فيهاش الكترو ترانسبورت تشين يعني، فده مثال قلته بس هو مش محله يعني. فهو اي خليه في الجسم لو فقدت الطاقه بتاعتها هتموت. المثال بس كده معلومه ليكم انه اصلا ما فيش ميتوكوندريا في الار بي سيز، فهي بتعتمد اعتمادا كليا على جلايكوليسيز. علشان كده انا لو حصل ديفيشنسي في اي انزيم من الانزيمات الموجوده في الجلايكوليسيز زي مثلا الهيكسوكاينيز او الانزيمات دي او فوسفوفراكتوكاينيز 1، لو حصل انهبيشن فيه حصل فيهم ديفيشنسي او حصل فيهم غياب او ابسنس، خلاص بيحصل رابشر للار بي سيز، بيحصل هيموليتيك انيميا. طب ايه المثال الثاني اللي هو الانتي مايسين اي؟ ده برضو بيعمل لي انهبيشن للكومبلكس 3. طب في اللي هو البويزونز اللي هو الاتش 2 اس ده، الكبريتيد الهيدروجين ده، والكربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون، والسيانيد، دول بيعملوا لي انهبيشن للكومبلكس 4. ودول خلاص يعني دول كان يعني الريسبيريشن خلاص بيمنعوا التنفس الخلوي. طب مثال تاني او هو مثال قبل الاخير، المالونيت. المالونيت ده كومبيتيتيف انهيبيتور، يعني كومبيتيتيف يعني انا لو زودت يعني انا لو زودت ال ثواني كده يا شباب علشان الكومبلكس ده هنا مش واضحه في الـ في الـ في الـ في الـ في السطر هنا. مفروض اللي هو المالونيت ده تفتحش. نكمل يا شباب. المالونيت كومبيتيتيف انهيبيتور للكومبلكس 2، تمام، عشان دي مش مكتوبه. بعد كده اخر مثال اللي هو اتراكتيلوزايد، ده بيعمل انهيبيشن للالكترو ترانسبورت تشين. عن طريق ازاي هو بيعمل انتقال الاي دي بي، مش بيخليه ينتقل للداخل، وفي نفس الوقت برضه بعد ما صنع الاي تي بي انا مش بيخليه خارج الميتوكوندريا، فخلاص هو قاعد في الميتوكوندريا مش استفاد منه. فبالتالي هو بيعمل انهيبيشن على مستوى يعني خلاص يعني ده باخر مرحله بعد ما تصنع الاي تي بي نفسه، فهو بيمنع اصلا انتقاله بره الخليه يعني، فبالتالي مش هستفيد منه. طب ايه الفرق بينهم وبين المصطلح اللي جاي ده؟ يعني الفات ده كله انهيبيتورز، دي بتعمل انهيبيشن تام ليها، يعني الاي تي بي مش يتكون ولا الاكسيديشن مش بيحصل اصلا. طب لكن دي بتعمل لي لكن بس ممكن في الانهبيتورز الاكسيديشن يحصل، يعني زي ما صار المرحله الاخيره دي انا عملت انهبيشن بعد ما تكون الاي تي بي، فبالتالي الاكسيديشن حصل والفوسفوريليشن حصل. لكن هنا في الانكابلنج مش بيحصل فوسفوريليشن، يعني بالتالي الاي تي بي مش هيتكون ابدا. فهي ايه دي بتعمل لي ديسوسيشن، بتعمل لي انعزال او فصل ما بين الاكسيديشن والفوسفوريليشن، تمام. فالحاجات دي بتكون توكسيك يعني سموم في ان فيفو في فرق بين فيفو وفيترو. فيفو داخل جسم الكائن الحي، فيترو عمليا يعني. طب ايه المثالين؟ اشهر مثالين عليهم 2 و4 داينايكتروفينول و2 و4 داينايتروكريزول، وفي اللي هو الفالينومايسين، وفي الهاي دوز الاسبرين، وفي الاختصارات دي اللي هو سي سي بي، ده احفظوهم جاست بس كلام عشان دول اختصارات يعني، وتي سي سي بي. فاهمهم 2 و4 داينيتروفينول والفالينومايسين والثيرمونوجين، دول اهم حاجه في اللي هو في الانهبيتورز، والباقيين دول عايز يعرفهم للاطلاع يعني. طيب بعد كده اللي هو الانكابلنج الفسيولوجيكال، دول ممكن يكون توكسيك او دراجز. طب مين الفسيولوجيكال اللي موجود في الجسم وفسيولوجي وظيفته فسيولوجيه اللي هو الفسيولوجيكال انكابلر؟ زي اللونج تشين فاتي اسيد، زي الكالسيوم ايونز، اهمهم زي السيروكسين، اهمهم اللي هو الثيرمونوجين يا شباب. الموجود فين؟ موجود في البراون اديبوس تيشو، ده نوع من الاديبوس تيشو الموجود في الجسم اسمه براون اديبوس تيشو. ده ممكن اللي هو بيفرق بين واحد مثلا ممكن ياكل
يعني ويتخن على طول، واحد تاني ممكن ياكل ياكل وما يتخنش. ايه الفرق يعني؟ انه ده بيكون عنده ده النشط عنده، او بيكون زياده عنده هرمون الثيرمونوجين ده. الثيرموجينين ده بيعمل لي ايه اللي هو بالاكل يعني، بيعمل لي اكسده وبيطلع الطاقه في صوره حراره، مش بيطلعها في صوره ايه اي تي بي في طاقه. يعني الطاقه اللي هو انا مش هيحصل فوسفوريليشن، فبالتالي يحصل اكسديشن، يعني هو الا اكسديشن وزود فوسفوريليشن. يبقى اي كابلر في الدنيا، اي انكابلر بيعمل لي بيعمل لي اكسديشن وزود فوسفوريليشن. طب الطاقه دي بتنتج في صوره حراره، تنتج في صوره حراره. كده احنا يا شباب بفضل الله كده خلصنا الالكترون ترانسبورت تشين. اتمنى يعني باذن الله، يعني اتمنى من الله انكم ان شاء الله انكم فهمتوها يعني، والحاجات اللي ما تفهموهاش يعني اكتبوها اكتر من مره. ده الدياجرام اللي انا عامله هسيبه لكم ان شاء الله في تحت يعني في اللينك هنا تحت الفيديو على طول. وان شاء الله جبت لكم برضو شويه ام سي كيو تطبيقا عليه، فهنحلهم نقراهم مع بعض، هم محلولين هنقراهم. اول سؤال: which of the following is the correct sequence of electron acceptor in electron transport chain for production of ATP؟ بيقول لكم يعني ايه الحاجات الصح يعني في السيكونس في الترتيب. فهو هو ايه؟ السيتوكروم بي، بعد كده السيتوكروم سي، بعد كده السيتوكروم بي ده كان اخر كومبلكس كومبلكس 3، بعد كده السيتوكروم سي اللي هو كان حلقه الوصل بينهم، بعد كده سيتوكروم اي، بعد كده اي 3. طيب بعد كده which of the following terminal cytochromes is responsible، يعني ايه اخر سيتوكروم كان مسؤول عن اللي هو انتقال الالكترونات للاكسجين، اللي هو سيتوكروم اي 3 اخر واحد في السيتوكرومات. طب بعد كده الالكترون ترانسبورت سيستم ده كان موجود في اي مكان من الميتوكوندريا؟ كان موجود في الانر ميتوكوندريال ميمبرين. طب بعد كده رقم 4: which of the following is the first complex اللي هو موجود في الالكترون ترانسبورت تشين؟ ده معروف قلنا الاسم بتاعه الناد اتش دي هيدروجينيز. طب رقم 5: يوبيكوينون ترانسفيرز اتس الكترون تو، دي هتاخد دي سيتوكروم سي اللي هو يوبيكوينون ده اللي هو كان الاسم الثاني من الكو انزيم كيو. الكو انزيم كيو رقم 6: which part of the cell oxidative phosphorylation take place؟ هو معروف طبعا الانر ميتوكوندريال ممبرين. طب رقم 7: سيتوكروم ار بريزنت ان، موجود فين؟ موجود في الكريستا بتاعت الميتوكوندريا. تمام. طيب السؤال بعد كده: ATP synthesis by ATP synthase is driven by the movement of، قلنا مين بيحرك الترابيس او بيحرك التشينز بتاعته بتاعت الخلايا بتاعت الكومبلكس نمبر 5؟ قلنا مين؟ هم البروتونات مش الالكترونات. طيب رقم 10: oxidative phosphorylation results in the formation of، انا كان ينتج عني اي تي بي وبعد كده كان ينتج عني اتحاد الهيدروجين مع الاكسجين كان يطلع لي جزيء ميه. طيب which of the following complexes of electron transport chain doesn't account for the bumping number of proton from the mitochondrial matrix؟ مين هو اللي مش بيساهم في العدد بتاعهم؟ اللي هو الانسر اللي هو تاخد سي، الكومبلكس رقم 2 زي ما قلنا نو بروتون ار بامبت. طب رقم 12 اللي هو السؤال قبل الاخير او ولسه في سؤالين تاني: which of the following is the complex، رقم 4 يعني اللي هو قلنا اسمه سيتوكروم سي اوكسيديز، قلنا ليه؟ عشان هو بنهايته بيتحمل الاكسجين. طب بعد كده رقم 13: which of the following is the complex 2، دي الاسماء مهمه بين قوسين قلنا عليها الكومون نيم ساكسينيد دي هيدروجينيز. يعني الحمد لله لغايه دلوقتي كل الاسئله دي موجوده في الشرح. which of the following products of glucose oxidation are necessary for oxidation phosphorylation او oxidative phosphorylation؟ يعني ايه المنتجات اللي هي المهمه اللي انا بستخدمها؟ ايه اساسنا احنا كنا نتعامل مع مين؟ مع الناد اتش والفات اتش 2، هم دول كانوا مشغليننا اصلا. which of the following is true for cytochrome oxidase complex؟ يعني ايه هو ايه الصح بالنسبه لي؟ اللي جاء دي هتاخد دي، هو صح بيديني الكترونات للاو 2 وفي نفس الوقت اللي هو ده رقم 4 يعني اللي هو كان اسمه من اسمه كده اوكسيديز يربطوه بالاكسجين عشان ما تنسوهوش يعني. بعد كده هو بيستقبل الالكترونات بس كروم سي وهو بيعمل لي بامبنج للتو بروتونز خارج برضه الميتوكوندريال ماتريكس. تمام، اثنين مختلف، هم كانوا 4 4 2، فهو ده بيعمل اثنين فيهم رقم 4. كده ان شاء الله اتمنى من الله ان كنتوا فهمتوها وتكونوا استوعبتوا ان شاء الله. ولو في اي حاجه
ممكن تتواصلوا على الايميل بتاعي مصطفى عبد المنعم ابو الشيخ بالعربي، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.